اليوم في صباح البلد، الزراعة تستعد لعيد الأضحى وتطرح اللحوم البلدي ب 250 جنيه. والسكة الحديد تعلن مواعيد وتفاصيل الحجز على القطارات بمناسبة العيد. اليوم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة. الحوار الاجتماعي يواصل مناقشة مشروع قانون العمل. رئيس الوزراء يشارك في قمة كوريا أفريقيا يونيو المقبل. وزير الكهرباء يكشف حجم دعم الدولة للتيار ويشن حملات على سارقي التيار. المتحدث العسكري استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي. الخارجية تدعو لاحتواء الأزمة بغزة وتحذر من تفجر الأوضاع بالضفة. والاحتلال ينفذ مجزرة في مخيمات النازحين غرب رفح الفلسطينية. وفاء عامر تعلن تعرضها لكسر في القدم والكتف. بطلة سامي أكسيد الكربون جنى عمرو كبرت وبتحتفل بتخرجها. تضامنا مع الفلسطينيين نجوم في مرمى النار بسبب الإعلانات. القاضي الرحيم يعلن انتصاره على السرطان. جديدة في القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي ومدة إيقافه. صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صدى البلد. صباح الفل يا عبيد. صباح الفل يا رشا، صباح الفل على كل مشاهدينا، مشاهدين صباح البلد، صباح جديد، صباح الفل عليكم. خلينا نبتدي بالخبر العاجل بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها للصين، والتي يشارك خلالها كذلك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني. وبالتأكيد حيكون في متابعة لهذه الزيارة الهامة في هذا التوقيت الهام الآن، حيث أعيد على حضراتكم الخبر بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها للصين، والتي يشارك خلالها كذلك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني. خلونا نبدأ حلقتنا بنتكلم، خلاص احنا بنعد تنازلي يعني على كل سنة العيد. طيبين. كل سنة وكلنا طيبين يا رب، ويبقى عيد أضحى مبارك وطيب على الجميع. يعني طبعا العيد ده تحديدا عيد الأضحى بيبقى في حالة كده استنفار من الدولة، كل مؤسسات الدولة بتستعد بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لاستقبال العيد. العيد ده تحديدا عيد الأضحى بيبقى يعني متطلباته كتيرة، يعني هو بيبقى عيد أكل قوي يعني. عشان كده خليني أقول إن منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك،
بإيه؟ بطرح اللحوم البلدية في المنافذ ومعرض خير مزارعنا لأهالينا، والمقام بالمتحف الزراعي في الدقي على هامش معرض زهور الربيع بسعر 250 جنيه للكيلو. ده أنا بتكلم على اللحوم البلدية، وده هيكون على مدار أيام الأسبوع. الخطوة دي بتيجي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين. مش كده وبس، ده كمان وزارة الزراعة أكدت أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة في المعرض بالكميات اللي يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرا لعدم وجود حلقات تسويقية، وهيتم طرح السلع من المزارعين رأسا إلى المواطنين على طول دون وسطاء، وبالتالي في الأسعار هتكون إن شاء الله مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة. عايز أقول لكم كمان أن المعرض هيكون مفتوح يوميا أمام المواطنين من 9 الصبح ل 9 بالليل، ومستمر إن شاء الله حتى 18 يونيو. كل سنة وحضراتكم طيبين. صباح الفل. صباح الفل. إما ابتدينا مع حضراتكم في البداية بنتكلم على استعدادات وزارة الزراعة بالنسبة للحوم البلدية، برضو السكة الحديد عندها استعدادات كتيرة. هيئة السكة الحديد بدأت بفتح باب الحجز الخاص بقطارات عيد الأضحى واللي تقدر تحجزها قبل السفر ب 14 يوم. بيبقى في ضغط جامد جدا على القطارات، اغلب اهالينا اللي بيروحوا الصعيد اللي بيروحوا بلادهم، فبتلاقي في تكدس على حجز القطارات تحديدا في عيد الاضحى لان دايما بتبقى اجازته طويله. واعلنت السكه الحديد عن مواعيد حجز تذاكر السفر، وبدا الحجز من امبارح الاثنين للمسافرين خلال عطله عيد الاضحى المبارك ان شاء الله 1445 هجريه. احنا معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ نشأت حمادة خطاب المتخصص في اخبار وزارة النقل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك استاذ نشأت. يعني طبعا احنا بنقول الحجز قبلها باسبوعين، بس دايما كده هيئة السكة الحديد ووزارة النقل بيبقوا عاملين قطارات إضافية ودايما بيعلنوا عنها وإنه برضو ممكن يتحجز، لأن أنا عارفة إن بيبقى في ضغط جامد جدا على السكة الحديد في فترة العيد، فهل ده معمول حسابه أيضا؟ يا فندم، هو بيبقى في نوعين من القطارات في العيد، في الأعياد بشكل عام. السكة الحديد بتطرح قطارات إضافية وبتطرح القطارات الطبيعية اللي هو الخط السير الطبيعي. السير الطبيعي ده اللي هو بيبدا الحجز ليه قبل السفر ب 14 يوم، اللي هو بدا كان امبارح اول يوم للحجز. ده بتحديد لو انا هحجز يوم 27 مثلا بعدها ب 14 يوم، ده الميعاد اللي انا هسافر فيه. لو انا هحجز النهارده بحسب بعدها ب 14 يوم الميعاد اللي هسافر فيه، وهكذا. يعني انا لو عايز اسافر يوم العيد بحسب. طب خلينا كده نوضح التواريخ. يعني مبدئيا عيد وقفه عرفات ان شاء الله هتبقى يوم السبت 15، مظبوط يا فندم؟ بالظبط. ده المعلن. يعني نقول اللي عايز يحجز في يوم 15 يحجز يوم واحد. يوم واحد، واللي عايز يحجز يوم 14 يحجز يوم 31 مايو. يوم 31 مايو، بالظبط يا فندم. اوكي، وكله متاح. كله متاح. وعايز انوه في 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 الموضوع ده تحديدا ان مش لازم خالص تروح الشبابيك التذاكر. اونلاين يعني. بالظبط، في انت تقدر تحجز اونلاين، تقدر تحجز من خلال الموقع بتاع هيئه السكه الحديد، في تطبيق لهيئه السكه الحديد تقدر تحجز من خلاله. في منافذ اللي هي المنافذ بتاعه البيع بتاعه فوري، الدفع الفوري. ممكن تقول لنا اسم التطبيق ايه يا فندم؟ المنافذ بتاعه، في تطبيق لهيئه السكه الحديد موجود على الموبايل ابلكيشن. تقدر تنزل موبايل التطبيق بتاع هيئة السكة الحديد. اسمه ايه الابلكيشن؟ اسمه تطبيق هيئة السكة الحديد. يعني هو لو دخل على جوجل بلاي او على في المتجر بتاع ايفون هيلاقي التطبيق باسمه تطبيق هيئة السكة الحديد. تطبيق هيئة السكة الحديد. يا فندم هيقدر ينزله بسهوله جدا، ويقدر من خلاله يحجز الميعاد اللي هو مسافر فيه، مش محتاج خالص يروح هناك. إضافة لكده هو يقدر يروح لأي سوبر ماركت في وسائل دفع فوري دلوقتي هيئة السكة الحديد متعاقدة معاها، شركات هيئة السكة الحديد متعاقدة معاها يقدروا من خلالهم يحجزوا. يعني زي مثلا أنا مش عايز أقول أسماء شركات، بس هيئة السكة الحديد متعاقدة مع أشهر الشركات المعروفة في الدفع الفوري
هتدخل من خلال المكان اللي بيبقى موجود في السوبر ماركت ده، وهتقول له انا عايز احجز قطر سكه حديد، هيحجز لك وانت واقف. ده اكتر من 900,000 نقطه حجز يعني يقدر يحجزها من اي سوبر ماركت من اي كشك يعني. طب عايز اسالك سؤال استاذ حماده، يعني معلش اتفضل. وحدي مثلا بحفلات دار الاوبرا المصريه، مش حدي بهيئه السكه الحديد، لما بيحطوا التذاكر لحفلات معينه على السايت بتاعهم ده، في ناس بتخش بتحجز بتاخد التذاكر، فانت بعد نص ساعه بتلاقي انه ما فيش ولا تذكره وبتتباع بره. فاهمني حضرتك بيحصل ايه؟ وبتتباع بره طبعا لانه بسعر تاني، طبعا بسعر تاني لان هو خدها. هل هتقدروا؟ ما هو انا ممكن واحد داخل مثلا، انا عارف ان الخط ده عليه ضغط جامد، اقوم داخل لمم لي بقى من اول يوم الجمعه قبل الوقفه، الم لي شويه، فالناس برضو هتبقى مش هتلاقي التذاكر متاحه قوي وانا بيعها بقى بره. هل تقدروا تسيطروا على الحكايه دي؟ بص هقول لحضرتك، السكه الحديد بتحجز ببطاقه الرقم القومي، وبطاقه الرقم القومي ما لهاش حجز غير 4 تذاكر فقط، يعني انا لو هحجز لي انا واسرتي فقط. هي. مش هقدر احجز ناس ثانيه، فانت كده كده بتحجز ببطاقه الرقم القومي، فانت حتى لو اخذت تذاكر ثانيه مش هتعرف تعمل بيها حاجه. يعني انت مش هتعرف تعمل بيها حاجه، كده كده هو داخل يحجز ببطاقه الرقم القومي. طب استاذ نشأت، هل في اختلاف في الاسعار؟ اسعار التذاكر؟ خالص. هو انت لو انت هتحجز من مكان زي الخدمات اللي هي بتبقى مقابل خدمه، يعني زي مثلا الشركات زي ما بتاعه السوبر ماركت، هتدفع ثمن الخدمه بس اللي هو بيبقى تقريبا 5 جنيه زياده عن الثمن بالظبط. لكن لو هتحجز من على الانترنت لا، ما فيش اي حاجه خالص، يعني لو من على موقع الهيئه او اي حاجه مفيش اي. طب هسألك برضه سؤال تاني يا استاذ حماده، يعني لو احنا بنتكلم مثلا على الطيران، مثلا انا بدي امثله اخرى عشان بس نبقى فاهمين. لما يعني يقول لك ايه، انا مسافره مثلا لحته معينه، فانت لو حجزت تذكره الطيران قبلها ب6 شهور بتبقى ارخص من حجزها مثلا قبل ميعاد سفرك باسبوع. هل ده برضو في السكه الحديد مطبق؟ يعني اللي هيحجز قبلها باسبوعين غير اللي هيحجز في نفس اليوم؟ لا يا فندم، هو الهدف ده من القصه دي اصلا، ان هو كان بيحصل اولا كان في سوق سوداء، كان في ناس بتبقى زي ما بتقولي كده بتبقى واقفه عند المبنى بتاع هيئه السكه الحديد قبل شباك التذاكر، لان هو كان ده المكان الوحيد اللي اقدر احجز منه. بيبداوا ياخدوا هم تذاكر ويقفوا للناس بره، يقول له بدل ما تقف في الزحمه ما تاخد التذكره ديت بسعر اغلى شويه وتديني ثمنها، انا كده كده مش محتاجها، ما تاخد التذكره دي كده. فكان في تلاعب فيها، التلاعب ده كان موجود طبعا لان محطه السكه الحديد كانت في رمسيس، يعني خلال التلاعب ده بيحصل بره المحطات، ان هو بيقف بره زي سمسار كده بيروح هو يشتري تذاكر، وده كان موجود قبل الفتره اللي احنا موجودين فيها كده مع الفريق كمال وزير. يعني قبل الفتره دي كان موجود موضوع التلاعب في قطارات السكه الحديد، لا ان هو بره وكان دي شغلانه ناس، يعني يقعد بره بالتذاكر ويبيعها للناس وياخد مقابلها فلوس، ياخد مقابل فلوس زياده شويه، بيقول له بدل ما تدخل جوه التذكره موجوده هنا. فهيئه السكه الحديد عملت خطه شامله علشان خاطر تقلل فكره التزاحم في اي مكان، فعملت ماكينات دفع الكترونيه جوه المحطات، موجوده في المحطات عاملين 100 ماكينه تقريبا او ازيد وماشيين في اكتر من كده، عملوا تعاقدوا مع شركات اللي هي الشركات اللي اقدر ادفع من خلال السوبر ماركت دي، اقدر ادفع لهم، تعاقدوا من خلال الموبايل ابلكيشن اقدر اعمل ده، اقدر ادفع بالفيزا، الحاجات دي كلها بقت متوفره علشان خاطر يوقف الزحام اللي بيحصل في فترات الذروه وخصوصا الاعياد. الاعياد دي بيبقى فيه ضغط كبير جدا على القطارات، فدلوقتي بقيت انت بتحجز تذكرتك بتاخد الرقم بتاعك من على الدفع الالكتروني، بتروح في وقت ميعاد اطرق، مش بتروح لا قبلها ولا بعدها، بتروح في وقت ميعاد اطرق. بتدخل تركب القطر بتاعك وتمشي كده، انا ما عملتش زحام جوه المحطات، فهو الهدف اصلا من الموضوع ده ان ما يبقاش فيه زحام جوه المحطات. لا وكمان عارف حاجه، يعني معلش، هي يعني ذكريات اليمه شويه بالذات تحديدا في عيد الاضحى. دلوقتي خلاص ما بقاش فيه بقى اللي بيركب فوق القطر لا خالص. عارف المشهد اللي كنا بنشوفه دايما في زحام، اللي هو
تحديدا عيد الاضحى كان بيبقى فيه مشاهد والقطر ناس واقفه وناس مش عارفه ايه واللي راكب فوق يعني عارف حضرتك المنظر كان عامل ازاي يعني. الحقيقه بقى في ترتيب دلوقتي. صحيح صحيح. اكد على الناس بس ان انت تذكرتك ما بترميهاش بمجرد من نزولك من القطار، ودي دي حاجه لتاكيد علشان خاطر ما حدش يدفع غرامه. التذكره بتاعتك لازم تكون معاك لحد ما تطلع من محطه السكه الحديد اللي انت هتنزل فيها. ليه؟ يعني انت دخلت علشان التذكره بتاعتك هتخرج بيها بماكينه او هتخرج بيها من خلال بتاع الامن. يعني هي السكه الحديد عملت ماكينات زي المترو دلوقتي، لازم تاخد التذكره تحطها على الماكينه عشان تخرج بره. دخول وخروج يعني. بالظبط. فلو حضرتك رميت التذكره قبل ما تخرج وانت خارج هيقول لك فين تذكرتك، ما هيش تذكره هتدفع غرامه انت واقف. طب شيء جميل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي استاذ حماده خطاب المتخصص في اخبار وزاره النقل. اعتقد ان الموضوع متجهز له والناس يعني حته التطوير دي حته التطوير مهمه جدا يعني العيد كل استعدادات العيد تحديدا هيئه السكه الحديد لان بيبقى عليها ضغط شديد جدا. انا عارفه ده هيئه السكه الحديد دي لسنين طويله كانت فيلم رعب، فالحمد لله وبالذات عارفه في عيد الاضحى يا عبيده يعني برضو انا ذكرياتي مش حلوه قوي مع هيئه السكه الحديد في عيد الاضحى، ومش عايزين نتكلم بقى فيها خلاص ماضي ماضي وراح يعني. لكن تحديدا يعني الحمد لله هم جاهزين بكل حاجة بتطوير بي وبرضو اللحمة وزارة الزراعة يعني لحوم بلدي، وإحنا كنا امبارح كنا بنتكلم عن اللحوم البلدي برضو الناس بتحبها قوي، فب 250 جنيه معقول برضو يعني. معقول تعالي بقى نروح نطمن على الطقس. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية توقعات الطقس النهاردة الثلاث 28 مايو، موضحة أنه المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لثلاثة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. يعني أرجو أنه الموجة الحارة دي تكون خلاص بتنتهي. تعالوا نروح للهيئة العامة للأرصاد الجوية، معانا نورهان خفاجي زميلتنا اللي متواجدة هناك هتطمننا على الطقس. تعالوا نشوف. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه وتحديدا مركز التنبؤات والانذار المبكر. حاله من التغيرات الجويه بنعيشها خلال الفتره الحاليه ما بين ارتفاع ملحوظ وكبير في درجات الحراره الى معوده الانخفاض مره اخرى. عن هذه التغيرات واسباب الفروق في درجات الحراره مشرفانا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي يا استاذه نورهان واهلا بكل متابعي صدى البلد. في البدايه دكتور لو هنتكلم عن حاله يعني التفاوت في درجات الحراره الملحوظ خلال هذه الفتره، هناك بعض الايام ارتفاع كبير في درجات الحراره ثم تعود مره اخرى الى الانخفاض في بعض الايام ايضا وفي ساعات الليل تحديدا، اسباب هذه التغيرات؟ بالفعل يمكن احنا الاسبوع الماضي شهدنا موجة شديدة الحرارة اثرت على معظم محافظات الجمهورية. جينا يوم الجمعة والسبت حصل انخفاض في قيم درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي موجود في الصحراء الغربية ادى لارتفاع قيم درجات الحرارة والاجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار بالامس واليوم ايضا الاجواء تستمر معنا اجواء حر فترة النهار في القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري ايضا سواحلنا الشمالية الشرقية اجواء شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية، ده بيكون طبعا خلال فترات النهار. فترات الليل ما بتتأثرش بالشكل الكبير، لسه فترات الليل أجواءها معتدلة بشكل كبير، خاصة ان احنا اليوم ايضا متوقع استمرار نشاط رياح على اغلب محافظات الجمهورية، ده بيلطف الأجواء بشكل كبير خلال فترات المساء وساعات الليل. يعني يا دكتور لو هنتكلم عن الاستقرار في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، بنعيش التغير ما بين اليوم والآخر، متى تستقر درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وتحديدا هذا الأسبوع؟ ان شاء الله هنبدأ تأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة هتساعد بشكل كبير على حجب جزء من أشعة الشمس فتساعد في انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل من 3 ل 4 درجات في معظم محافظات شمال البلاد عظمى على القاهرة الكبرى، متوقع خلال الأيام اللي جاية ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية وده يعتبر المعدل الطبيعي للوقت ده من السنة. الأجواء هتكون أجواء رباعية تماما في معظم المحافظات وخاصة في المحافظات الشمالية، أجواء فترة الليل
ايضا هتستمر اجواء لطيفه ومعتدله تماما فترات الليل في معظم المحافظات، مع استمرار ايضا نشاط الرياح اللي دايما بيخلينا نحس بقيم درجات حراره. يعني نقدر نقول ونطمن الساده المشاهدين ان احنا لنهايه هذا الاسبوع اجواء مستقره واجواء ربيعيه واجواء لطيفه على كافه الانحاء. طب هناك تساؤلات يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات ايضا من المواطنين، يعني لو فصل الصيف القادم كيف سيكون شكل الاجواء؟ لو احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي الربيع هناك درجات حراره يعني تجاوزت ال 40 درجه مئويه، كيف يكون الصيف هذا العام بالتحديد؟ طيب طبيعي جدا ان احنا نشوف في فصل الربيع موجات شديده الحراره زي اللي شفناها الاسبوع اللي فات، لان احنا طبيعي ان احنا في النص الثاني من فصل الربيع اجواء بتبقى اقرب للاجواء الصيفيه، بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله بنسجلها في فصل الربيع، ما بنسجلهاش في فصل الصيف، لكن الصيف دايما معروف بارتفاع نسب الرطوبه وتاثرنا بمنخفض الهند الموسمي، ارتفاع الكبير في نسب الرطوبه ده اللي بيخلينا نحس بارتفاع قيم درجات الحراره، فالقيم درجات الحراره العاليه بنسجلها في الربيع ما بنسجلهاش في الصيف. لكن طبعا اللي كان استثنائي في الموجه اللي احنا شفناها خلال الايام الماضيه كانت طول الموجه بشكل كبير، بدانا نشوف موجات طويله بدات تلتحم الموجات بشكل كبير في بعضها، وده طبيعي يحصل في فصل الصيف القادم ان شاء الله ان احنا نشوف درجات حراره حول المعدلات مع ارتفاع نسب الرطوبه، واكيد بيتخلل في فصل الصيف موجات شديده الحراره. لكن مش معنى ان فصل الربيع جه في قيم درجات حراره مرتفعه ان ده هياثر على فصل الصيف او الصيف هيكون اكثر حراره، الكلام ده هيكون غلط تماما، لان احنا كمان في الاعوام الماضيه كنا في فصل الربيع بنسجل قيم درجات حراره احيانا في شهر 5 تجاوزت ال 45 وال 46 عظمى على القاهره الكبرى. بس نقول معلومه دايما للساده المواطنين ان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها في النشره هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل، المواطن لو تعرض لاشعه شمس لو في ارتفاع في نسب الرطوبه اكيد هيحس بقيم درجات حراره اعلى من اللي احنا دايما بنقولها في النشره. يعني اللي اقدر افهمه من حضرتك واوضحه للساده المشاهدين ان احنا في الربيع من ممكن ان درجات الحراره تسجل معدلات اعلى من فصل الصيف، ولكن المؤثر خلال فصل الصيف هو بتكون نسبه الرطوبه. يعني لو هنتكلم على المستوى القريب، هل هناك بعض التحذيرات من ظواهر معينه؟ وان كان هناك تحذيرات اذا فهناك نصائح للمواطنين، تحديدا بدا المواطنين يعني يذهبوا الى المناطق الساحليه والصيفيه، لو شويه نصح ليها للساده المشاهدين. احنا في الوقت ده لازم تكون الاجواء حاره، وده طبيعه الوقت ده من السنه، قيم درجات الحراره مش هيكون فيها اي ارتفاعات، بس خلاص احنا بدانا نقترب من الاجواء الصيفيه، طبيعي فترات النهار نلاقي الاجواء حاره، فعشان كده النصيحه الاساسيه خلال الفتره اللي جايه، يمكن مش بس الايام اللي جايه، الاشهر اللي جايه، فترات الظهيره بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 4 او 5 العصر، الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. مهم كمان لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع دايما يكون معايا غطاء للراس الشمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، الملابس بقدر الامكان تكون قطنيه فضفاضه فتحت اللون، بالاضافه طبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان احنا ما زلنا في فصل الربيع، وارد جدا يحصل تغير في درجات الحراره او في التنبؤات الجويه في اي وقت. يعني شكرا جدا دكتوره منار على كل هذه التفاصيل، بنشكر حضرتك والساده المشاهدين، هنتابع مع حضراتكم باستمرار كل ما هو مستجد حول حاله الطقس والاحوال الجويه على مدار الاسبوع، شكرا لحضراتكم. مشاهدي الكرام، والان موعدكم مع موجز اخبار صباح البلد. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه الصينيه بكين تلبيه لدعوه الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث يشارك في منتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد في 30 مايو الجاري. زياره الرئيس السيسي لبكين تتضمن عقد مباحثات قمه مع الرئيس الصيني لبحث القضايا الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك، وعلى راسها الحرب في غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة. كما يلتقي الرئيس السيسي برؤساء كبرى الشركات الصينية لمناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، وذلك خلال لقائه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث بحث الجانبان الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب والانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين.
قال مصدر أمني مسؤول إن الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد، وهو ما سبق التحذير منه قبل شهور. أضاف المصدر أن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود. وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري أن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، والذي أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين. وأكد مصدر أمني مطلع أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. قال البيت الأبيض إن الغارة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية والتي خلفت عشرات القتلى من المدنيين مفجعة، مضيفا أن الولايات المتحدة تتواصل مع المسؤولين في إسرائيل بشأن ما حدث. وذكر البيت الأبيض أن لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، وأمريكا تفهم أن هذه الضربة قتلت 2 من كبار قادة حماس المسؤولين عن الهجمات ضد الإسرائيليين، لكنه يتعين على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. يعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا طارئا بشأن القصف الإسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية. وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن صور قصف رفح تشير إلى عدم حدوث تغيير واضح في أساليب الحرب الإسرائيلية. أضاف تورك أن القصف الإسرائيلي لمخيمات النازحين وبينهم أطفال ونساء تؤكد حرفيا مرة أخرى أنه لا وجود لمكان آمن في غزة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ليس مستعدا لإنهاء الحرب في غزة قبل تحقيق كل أهدافها، وأنه سيواصل القتال حتى إحراز النصر على حد زعمه. وأكد نتنياهو أن السنوار هو العائق الوحيد أمام إطلاق سراح المختطفين، حيث إنه يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها. إلى ذلك وصف نتنياهو قصف رفح أمس بالخطأ الكارثي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحقيقا بشأنه. أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن رئيس الحكومة نتنياهو مسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة، وأضاف أن نتنياهو فشل في أداء مهمته فشلا ذريعا، وأنه غير مؤهل ليبقى رئيسا للحكومة، ووزراء حكومته يسرقون المال العام ويسببون المشاكل ويدمرون مستقبل إسرائيل. وقال لابيد أن عدد المختطفين انخفض في أسبوع من 133 إلى 125 بسبب حماقة نتنياهو وتقاعسه عن إعادتهم. قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة بشأن فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. قال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية إن هناك إجماعا واضحا للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية، وأضاف أن الالتزام بالقانون الإنساني وبحقوق الإنسان هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي. والأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة، لا سيما في ضوء الهجوم الذي وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل العديد من الأبرياء. قال وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستعلن اليوم الثلاثاء رسميا مع أيرلندا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أضاف ألباريس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النرويجي والأيرلندي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ويتفق مع الشرعية الدولية، مشيرا إلى أنه جزء من مسار يهدف إلى عملية سياسية تفضي إلى الوصول إلى السلام في الشرق الأوسط. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله عن استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع مسكاف
عام الإسرائيلي وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها. وأضاف أنه شن هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل مقر كتيبة السهل التابعة للواء 769 وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وأصابت أهدافها بدقة، فضلا عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد رصدها تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستعمرة المطلة. نهاية الموجز، إلى فاصل وعودة لفقرة البرنامج. المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي استكمل في مجال العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل أمس جلساته لمناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل. قانون العمل ده هيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وده تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته. أيضا يعني أن سرعة إصداره ليه؟ لأنه الهدف منه هو تحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ودي مهمة جدا، الأمان الوظيفي للعمال. وده طبعا لما العامل يحس بأمان ده بيشجع على الاستثمار، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هيشارك في جلسات الحوار المنعقدة في ديوان عام الوزارة ممثلو أطراف العمل الثلاثة اللي هم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. نتعرف أكتر على كواليس هذا الحوار المجتمعي من الأستاذ عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر. أستاذ عيد صباح الخير. أهلا بك. طبعا يعني احنا لما بنتكلم على قانون العمل والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، طيب دي تحتها بتندرج حاجات كتيرة جدا أستاذ عيد، ايه أهم الحاجات اللي بيتم طرحها في المناقشات من أجل صالح العمال؟ لأن لو أنا العامل مرتاح عندي إنتاجية. أنا عارف الاستثمار طبعا. طبعا هو الهدف زي ما قلت حضرتك تحقيق المزيد من الامان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار. النهارده حضرتك احنا طبعا الحمد لله بلد مستقره، عندنا يعني نعمه الامان دلوقتي نعمه كبيره الحمد لله، بتشجع على الاستثمار. السيد الرئيس ادى توجيهاته في عيد العمال ان شاء الله بسرعه اصدار قانون العمل. كان عندنا بعض المعوقات اللي بتقابل العمال في الداخل والخارج، يعني من قانون العمل ان هم بيركز على حاجات التشغيل في الداخل والخارج. ماشي؟ انت كنت من زمان في الخارج ما كانش حد مركز على الخارج. كنا النهارده مركزين على التشكيل الداخل والخارج. النهارده ربط التعليم الفني بسوق العمل. ماشي؟ ايوه. النهارده لازم ادرب ناس النهارده واطلع ناس مدربه تتماشى مع سوق العمل. ماشي؟ كان بعض الحاجات الملاحه في القانون القديم اللي هي 6، النهارده صاحب العمل بيعين واحد ويعمل يوم فصل وبعد اسبوع يفصله وبتاع. طب الحمد لله مش يعني احنا برضه القانون الجديد بيعمل ايه يا فندم؟ بيعمل ايه؟ استماره سته. اه ما دي معروفه، هو بيمضي على استماره سته اول ما بيمضي العقد. فانا الحمد لله احنا في القانون الجديد ان شاء الله باذن الله احنا طبعا كعمال واقفين الحاجات ديت بحيث ان احنا برضه نعدل مع صاحب العمل بحيث نحقق العامل الامان الوظيفي. ماشي؟ هو حتى لما كان بيتفصل وبيروح مكتب العمل ما كانش بتعمل له حاجه يا فندم. ايوه اضحك، ما هو انت عارف الوضع يعني. حضرتك عموما الدنيا اتغيرت والحمد لله الامور بقت للافضل، لكن احنا النهارده خلاص في امان وظيفي، في استثمار، في تشجيع، في النهارده في محاكم عماليه. ماشي؟ ايوه. النهارده في بيئه في 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 بيئه عمل لائقه تتوفر فيها كل وسائل وثقافة السلام والصحة المهنية وعلاقات العمل. طيب خليني أستاذ عيد أسأل، يعني إيه أبرز نقاط يعني الخلاف؟ النهاردة ما فيش خلافات، هو كلها النهاردة كل واحد النهاردة بيدور على مصلحته أو الحقوق اللي هو تنجح شغله. أو مش الخلافات يا فندم، النقاط اللي لسه ما زال حواليها نقاش. يعني هو حضرتك احنا نجم الماده 20 الماده 48. ماشي؟ اللي هم ايه؟ اللي هم عندك الماده 20 الماده 48 اللي هي النهارده تعريف العامل. ماشي؟ تعريف العامل كل من هو يعمل او يعمل في مكان لا يتعدى 8 ساعات عمل. ده ابرز الحاجات اللي هي فيها كلام،
ان العامل في خلال 8 ساعات يتخللها ساعه راحه، نجد ان العامل ما يشتغلش زياده عن المعدل الطبيعي بتاعه. ماشي، لازم النهارده يبقى في امان وظيفي. الامان الوظيفي ده شامل كل حاجه، شامل التامين الاجتماعي، التامين الصحي، حقوق الماليه. في حاله النهارده في حاله صاحب العمل لو افلس او قفل مصنعه يدي العامل تعويض ما كانتش موجوده. ماشي، ودي برضه عليها بعض نقط الاعتراض. النهارده في حاله المصنع قفلان المصنع او قفلان الشركه او افلاس لصاحب العمل لازم يدي العامل تعويض على مده العقد بتاعته. دي ما كانتش موجوده، ودي برضه فيها برضه لسه ما فيها تواصل. طب استاذ عيد، ماذا عن العماله غير المنتظمه بما انهم فئه كبيره جدا، ايه وضعهم في القانون؟ طبعا حضرتك احنا طالبنا كاتحاد عمال ان احنا نعمل هيئه مستقله للعماله غير المنتظمه. طبعا العماله المنتظمه حوالي 18 مليون عامل من جميع المهن، لا فيش تامين اجتماعي، لا فيش تامين صحي. فطالبنا النهارده ان يبقى فيه تامين اجتماعي ليهم العماله غير المنتظمه، وندفع الاشتراكات بتاعتنا الشهريه او الحكومه بتدفع حصه صاحب العمل. ماشي، قلنا ان يبقى فيه حصر على الطبيعه للعماله ديت، ويبقى فيه انشاء صندوق هيئه مستقله تابعه لرئاسه الجمهوريه، بحيث ان العماله دي كيان كبير من الدوله وكيان مهمش، زي عندنا الصيادين مثلا. الصيادين في قرار بوقف الصيد طلع من شهر 5 من 1/5 لشهر 9، مفيش حوالي 30,000 اسره مفيش لهم دخل، طلبنا باعانه بطاله. يعني في حاله توقف الصيد، ما هي دي برضه عماله غير منتظمه. في حاله توقف الصيد دي واحده يا استاذ عيد، في حاله توقف الصيد نتيجه لظروف ما وزي ما حصل قبل كده، مين الملزم يدفع بقى للصيادين؟ الدوله. مين؟ الدوله بتاعتها، الدوله بتاعتها. وزاره التضامن يعني. انا بعت على فكره، بعتنا طلبنا وزاره التضامن بعت لنا جواب. تدفع لهم الاربع شهور بتاعت الزريعه. يعني انا حضرتك قلنا لو ما نوضح دي، يعني انا يعني نوضح دي مين اللي بيدفع. يعني حضرتك لما لما جبت سيره الصيادين، لان ده حصل قبل كده، يعني حصل ان توقف الصيد نتيجه لظروف امنيه ما لو تفتكر. انا فاكر مش ناسا. طيب، ما هو انت اللي جبت مثل الصيادين مش انا. فلما حصل ده مين اللي دفع؟ وزاره التضامن اللي دفعت الاربع شهور. وزاره التضامن، احنا طلبنا حضرتك من في التواب ده ان احنا بنقول النهارده عايزين نعاند بطاله. النهارده كل بيت في مصر في، على الرغم من البنطاله اتخفضت 7% من 13، النهارده برضه مش عندنا بطاله. طيب استاذ عيد، الحوار ده هينتهي امتى عشان بقى يروح لمجلس النواب؟ ما هو المفروض ان هو يعني قبل شهر 10 ان شاء الله باذن الله. هو الوزير على شهر 10؟ قبل شهر 10 المفروض ان هو يشتغل من شهر 10، لان مجلس النواب المفروض انه هيدخل على فتره التوقف الصيفيه. طيب. نعمل من ربنا سبحانه وتعالى للوزاره واطراف الانتاج يكون على في سرعه اكتر من كده، لان احنا برضه القانون مكيف كل حاجه، ان المستثمرين برضه القانون لو اصدر لو انصدر وطلع في ميعاده هي برضه هيشجع الاستثمار. هوفر عمله صعبه، هوفر حاجات كثيره عندي في البلد. على العموم احنا بانتظار القانون. احنا بنشكر الاستاذ عيد مرسال امين عام اتحاد عمال مصر. تعالوا بقى نروح نسيبكم مع تقرير عن مناقشات حول قدرات المعامل وتفسير البيانات الخاصة برصد انبعاثات واطلاقات الملوثات العضوية الثابتة في البيئة، ونرجع لحضرتك. بمشاركة 17 متدربا من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، تنطلق فعاليات الدورة التدريبية لتعزيز القدرات الفنية الوطنية ذات العلاقة بمتطلبات مشروع الرصد العالمي للملوثات العضوية الثابتة. هدف من الدورة هو تحديد كمية الملوثات العضوية اللي ممكن تبقى موجودة في مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي. فإحنا من خلال الدورة الكيميائيين هيقدروا يعرفوا على الأسس النظرية والعلمية اللي تخلي لما بيجي ياخد العينة يبقى فيه يعني الاخطاء قليله جدا. فده الهدف من الدوره، ان انا بعد القوادر ديت تقدر بعد كده انها تقول اللي اتعلمته في الدوره التدريبيه لمجموعات اخرى، فبكده بننشر او بنوسع فكره التدريب، وده الهدف منه. عقدنا بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث في مارس الماضي، وكان الهدف منه التعاون المثمر المشترك، بحيث انه
الخبرات العملية والأكاديمية اللي موجودة في المركز بكل أنواعها نستطيع أن احنا نستفيد منها، وخصوصا أن احنا مركز إقليمي آخر على بيتعامل مع 22 دولة عربية في شمال أفريقيا وغرب آسيا. دورة النهاردة هي كيفية التخلص من المخلفات الصلبة والمخلفات السائلة، والحقيقة بيجريها أو هيكون المدربين فيها مجموعة من الكفاءات العلمية المميزة التي اكتسبت خبرة في هذا المجال في المركز القومي للبحوث على مدى أكثر من 25 سنة معظمهم، وبتهدف الدورة إلى نقل هذه الخبرات وكيفية وضع برامج آمنة للتخلص من هذه المخلفات. تهدف هذه الدورة على تعزيز معارف وقدرات المشاركين في مجال تحليل وإدارة الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية الأخرى، بالإضافة إلى الخبرة العلمية العامة في المختبرات والتركيز على الملوثات العضوية الثابتة وكتابة تقارير المختبر. بسنت محمود، صباح البلد. مشاهدي الكرام برحب بكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع قراءة سريعة لأهم ما نشرته الصحف والمواقع وأيضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. قبل ما نروح لأكثر الشخصيات تداولا في المواقع المصرية، نحب نقول بيان المتحدث العسكري الذي صدر بالأمس، حيث أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين. نروح دلوقتي لأكثر الشخصيات تداولا، تعالوا نشوف مين المتصدر النهاردة. النهاردة المتصدر حسام حسن، الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وده بعد إعلان قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. جاء بعده في المركز الثاني وزير الخارجية سامح شكري بسبب اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين، مطالب باحتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية. نيجي للمركز الثالث، بيجي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، كان من رقم 3 في الشخصيات اللي تم التداول عليها بسبب مشاركته في قمة كوريا أفريقيا يونيو المقبل نيابة عن رئيس الجمهورية، وأكد على دعم استثمارات الشركات الكورية في مصر. المركز الرابع بنلاقي دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وكان ضمن قائمة الأكثر تداولا بسبب توجيهاته بشن حملات لضبط سارقي التيار الكهربائي نتيجة الخسائر غير المسبوقة اللي تعرضت لها الشركة القابضة للكهرباء بسبب ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، وقال إن الدولة بتدعم الكهرباء بشكل كبير. على فكرة احنا عندنا كتير جدا للأسف إن في بنلاقي مناطق معينة بنلاقي إن في سرقة الكهرباء، ده شيء عادي جدا، ويعني بياخدوا الوصل من الوصلة من الشارع أو من هنا، وتلاقي بقى محلات وحاجات كتيرة منورة وبيوت وكل الحاجات دي، ففعلا في فقد كبير بالنسبة للكهرباء اللي الدولة بتدعمها يعني، فيعني ياريت يعملوا كنترول على الموضوع ده. أخيرا بيجي الكابتن رمضان صبحي، واللي دخل ضمن قائمة الأكثر تداولا بسبب تعرضه للإيقاف بسبب المنشطات، وهي الأزمة اللي طردته من شهر مارس الماضي لما أعلن اتحاد الكرة إيقاف اللاعب بسبب إيجابية العينة. نروح بقى للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا لقينا في فنانة شابة كده اسمها جانا عمر. جانا عمر خطفت الأنظار بعد ما نشرت فيديو عبر حسابها على إنستغرام بتحتفل فيه بتخرجها من المدرسة في أمريكا. الجمهور فوجئ بإطلالة جانا عمر لأنها بقت شابة، خاصة إن كل فاكرها وكان يعرفها لما كانت طفلة لسه وبتظهر في عدد كبير من الأعمال الفنية.
برضو على صفحات الفيسبوك ظهرت الفنانة وفاء عامر لتعلن عن تعرضها لكسر في القدم وكسر في الكتف. وكتبت وفاء عامر: أحبائي في الله، في أقل من 3 أشهر اتكسرت مرة قدمي، ومن 5 أيام كسر في الكتف. من فضلكم ادعوا لي قوي بجد واعتذر عن الرد. نروح بقى للمجازر اللي بترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في رفح، واللي تصدرت محركات البحث الاجتماعي جوجل بعد ما قصفت طائرات الاحتلال مخيم النازحين بمنطقة البريكسات شمال غرب مدينة رفح بالصواريخ على الأقل. وتواصل المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة استقبال الجثامين بعدما سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى. هجوم شرس شنوا الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلان جديد عرضته إحدى الشركات، وده بالتزامن مع حالة المقاطعة المنتشرة لمنتجات الشركة. الشركة دي بتدعم قوات الاحتلال، فيعني تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين اللي بيتعرضوا لأبشع جرائم الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني الغاشم. المهم أن رواد التواصل الاجتماعي شنوا هجوم حاد على النجوم المشاركين في الإعلان ده. أنا لا هقدر أبين البوستر ولا أبين الإعلان لأنه هيبقى بالنسبة لنا إعلان، يعني فما ينفعش إن إحنا نحطه يعني. نيجي بقى لجريدة الأخبار، نشرت ملف عن الخيول العربية وسلطت الضوء على اهتمامات الدولة المصرية ورؤيتها في إنشاء مدينة للخيول العربية لتحقيق مردود ثقافي وحضاري وسياحي. مشروع مرابط مصر اتعمل في العاصمة الإدارية اللي بيضم أفضل السلالات من الخيول العربية على مستوى العالم، واللي مساحته بتصل ل 85 فدان في المدينة الرياضية بالعاصمة. هيستوعب 1100 حصان وبتكلفة بتصل ل 1.5 مليار جنيه. أيضا سلط الملف الضوء على محطة الزهراء الموجودة في عين شمس والمقام على 60 فدان والأسعار فيه بالملايين. أيضا سلط الضوء على باقي المحطات اللي موجودة في بقية المحافظات. نروح للكاريكاتير في اليوم السابع، واللي رصد بريشة الفنان مصطفى السيد سيطرة الأندية المصرية على بطولات القارة الأفريقية بعد ما نجح الأهلي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، كما توج نادي الزمالك بالكونفدرالية على حساب نادي نهضة بركان المغربي. نختتم معكم فقرتنا بفيديو ترند على مواقع التواصل الاجتماعي للقاضي الأمريكي المحبوب فرانك كابري، واللي أعلن علاجه من سرطان البنكرياس بعد 7 أشهر فقط من تشخيص إصابته. تعالوا نشوف. Mommy is Charles Bell. بكده بتكون انتهت فقرة صحافتنا الإلكترونية. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل عندنا هنبتدي مع حضراتكم فقراتنا الحوارية. انتظرونا. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في الفقرة دي ان احنا نتكلم في الوضع الإقليمي والعالمي اللي موجود دلوقتي، لان العالم اصبح على صفيح ساخن، وده بيتزامن طبعا مع احداث سياسية وعسكرية، والاحداث دي متسارعة بشكل كبير مش بس في منطقة الشرق الاوسط لكن في مناطق كتيرة من العالم، يمكن أبرزهم دلوقتي العدوان الإسرائيلي على غزة ورفح الفلسطينية، هذا العدوان الذي لا يتوقف. خليني أقول أنه بالنسبة لشباب كتير، بالنسبة لناس كتير حتى الكبار، المستقبل لما بيوصلوا بقى مجهول، بقى مليان مخاطر. طيب في تساؤلات، جنوب لبنان مشتعل، اللي بينتظر لبنان؟ طيب بلاش لبنان، ايه اللي بيحصل؟ لانه في عز الازمه اللي حاصله دي انا عايزه اقول ان الصراع محتدم جدا،
ما بين روسيا ويوكرانيا، بيشهد تطور عمليات عسكرية شرسة. طيب ادي روسيا ويوكرانيا، طب تعالوا نشوف السودان. السودان الصراع فيها ما بين الدعم السريع والجيش السوداني على أعلى مستوى، أجواء متوترة جدا. طيب نسيب السودان نشوف البحر الأحمر وحرب العصابات اللي في اليمن، يعني عندنا سوريا برضو وضعها مش مفهوم، عندنا ليبيا، يعني الوضع شوفي أنا قلت كم قضية كده والوضع صعب جدا جدا والخسران يعني. للأسف كل ده كل المعارك والحاجات اللي قالتها رشا دي هم للأسف المدنيين العزل اللي بيواجهوا خطر الموت كل ساعة، وبقى واضح أن المجتمع الدولي أصبح موقفه من هذه الكوارث المرهون بالتحالفات، تحالفات دول كبرى تدعم وتغذي الحروب في عدة دول لتحقيق مصالحها دون الاعتبار لأمن واستقرار الشعوب. كل ده وأكثر هنناقشه في فقرة دلوقتي مع ضيفنا الكريم سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير الأمني والاستراتيجي والعلاقات الدولية. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بمشاهدينك الكرام. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح النور يا فندم. سيادة اللواء، قبل ما أتكلم على أي قضية من اللي احنا اتكلمناها، عشان كان في اتهام كده للإعلام المصري بعض الشيء أنه مغيب، لكن احنا ما كناش مغيبين على قد ما احنا كنا زي ما بنقول كده منتظرين، ما بنقدرش نتكلم او نحلل او اي حاجه غير لما بتبقى فيه معانا وقائع على ارض الواقع، وانا اتحدث على حادث الامس. راي حضرتك ايه؟ لانه خليني اقول لحضرتك بكل صراحه ان انا كنت متابعه على قنوات البان عرب والقنوات العالميه، وكانوا كل يعني ما حدش بيتكلم الا على ما حدث بالأمس عند محور في رفح، عند محور فيلادلفيا ما بين الجانب المصري مفروض والجانب الفلسطيني اللي احتلته إسرائيل دلوقتي، وإنه مصر يعني البيان بتاعها طلع بعض الشيء متأخر عن ما أعلنته إسرائيل وحجبته، ورجعت أعلنت تاني وحجبته، ويعني كانت في امبارح بلبلة بعض الشيء. بالفعل بالفعل، اولا ما حدث امس لما نيجي نبص لها هنلاقي ان الروايه الاسرائيليه ظهرت من خلال الاعلام وليس من متحدث رسمي، يعني الاعلام الاسرائيلي هو اللي قال ان في احداث على الحدود المشتركه، ثم تم عمليه الحجب وتعددت الروايات الاسرائيليه. طيب مصر البعض اتهمها انها طلعت البيان متاخر، لكن هذه البيانات وخاصة أنها تتعلق بشق عسكري يجب أنها تاخد تصديقات ويتشاب بالضبط تفاصيل الحادث حتى يكون الكلام منضبط تمام. ما يحدث في إسرائيل هو خلل، يعني فوضى إعلامية، لأن الإعلام هناك حتى لما بيجي يكلمهم يقول لك أنا عندي حرية إعلام، حرية إعلام بس في فوضى. ده هو المتضرر الأكبر من نشر هذه الأخبار، لا سيما أنه في حالة حرب، في حالة حرب، وبالتالي يريد أن يحافظ على الروح المعنوية للقوات، لأن الروايات امبارح كانت متعددة. دايما يعني هذا الشق في الإعلام، إحنا كجهات أمنية دايما بيبقى عندنا إشكالية، صراع ما بين حق المواطن في المعرفة وما بين قضايا تتعلق بالأمن القومي ممكن تؤثر على الروح المعنوية سواء في الشارع أو سواء في الجنود على الجبهة، خاصة أن يعني المتحدث العسكري ذكر أن في حالة وفاة لجنودنا، وبالتالي بيبقى عايزة نوع من الحرص الشديد والتأني، والتحقيقات خلال الفترة القادمة هتظهر بالضبط التفاصيل. يبقى أنا ما أقدرش أتكلم إلا لما يبقى في تحقيقات عشان نعرف الدوافع من هذه العملية، أسباب هذه العملية، الأهداف المرجوة من هذه العملية، هل هذا حادث فردي ولا حادث بناء على توجهات؟ وهنا بتتحدد السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل خلال الفترة القادمة. يعني هذا الموضوع إذا ثبت أنه بتوجهات أو أنه متعمد لن يمر مرور الكرام، لكن هنا لازم أقف أشوف التحقيقات بالضبط علشان أكون دقيق. ده جزء. الجزء الثاني، ما حدث أمس كان شيء غريب جدا، جميع وسائل الإعلام في العالم كلها كانت مهتمية بهذا الحادث بعيدا عن أحداث أول أمس وهي المجازر التي ارتكبت، وده نوع من التلاعب مانوبوليشن بتلعبه إسرائيل وهي محترفة هذه اللعبة لتوجيه الأنظار، تشتيت أنظار العالم كله ناحية
هذا الحادث وبعيدا عن المجزرة التي حدثت أول أمس واللي حتى رئيس الوزراء أدنها وقال إنه عمل صعب نفسه. وأمريكا قالت بتحقق يعني بتشوف مدد. طب بس النهاردة لغاية النهاردة وإحنا بنشتغل خليني أقول إن إسرائيل لم تتوقف عن ضرب المخيمات في رفح، يعني لغاية هذه اللحظة هي مستمرة، مع أن من المفترض أنه هذه المخيمات تتبع الأونروا وأنها المناطق التي قيل عنها أنها آمنة، وهي ليست آمنة، ليس هناك مكان آمن في غزة الآن. بس يعني خليني برضو أرجع، هل يعني ما هدف إسرائيل من محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا؟ ما هدف إنها يعني هي دلوقتي بتقول أنا احتليت جزء من هذا المحور، تقريبا قالت تلتين المحور، وإن أنا يعني ابتدت بقى في مناوشات كده في نفس الوقت امبارح لو تتذكر، كان لما بدأت إسرائيل بهذه الفوضى الإعلامية عن حادث الأمس كان الرئيس في اجتماع مع وفد الكونغرس، وفد من الكونغرس الأمريكي، والرئيس قال وطلعت في نفس التوقيت إن اللي بيحصل ده هيؤدي إلى يعني وضع صعب للغاية، يعني أنا بحاول أقولها بشكل هادي يعني، لكن أنت كده بتوصل الحكاية لمرحلة يعني أتمنى أن لا نصل لها. أتمنى الدوافع الإسرائيلية من الحرب على غزة دوافع متشابكة، فيها دوافع سياسية بحتة، دوافع أمنية للسيطرة وعدم تكرار مثل هذه أحداث 7 أكتوبر مرة أخرى، فيها دوافع أيديولوجية. أنت عندك حكومة إسرائيلية أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل، حكومة شديدة التطرف، لها بعد ديني، لها بعد في طرد أهالي فلسطين وعمل مستوطنات، وحكومة موجودة بالفعل، دوافع اقتصادية، يعني الإسرائيل لم يتحرجوا من أنهم أباحوا بيها، أن لهم دوافع اقتصادية في منطقة غزة، سواء أطماع في غاز غزة أو البترول أو الموارد الطبيعية، إحكام السيطرة الأمنية وعمل نقاط تفتيشية. فإذا الدوافع هنا متشابكة، ودي الأهداف الكبرى اللي نتنياهو حتى لم ينكرها. لكن محور فيلادلفيا على وجه الخصوص مشكلته ظهرت في ديسمبر، يعني منذ 7 أكتوبر العمليات العسكرية بدأت وكانت بتعتقد أنها هتنهي هذه العملية في خلال أسابيع فقط أو أسبوع، يعني حتى التصريحات الأولية كانوا بيطلبوا من الإدارة الأمريكية الصبر لمدة أسبوع، في أسبوع، وبعدين قالوا في منتصف نوفمبر، وبعدين دخلنا في ديسمبر لم يحققوا أي إنجاز. بالتالي هو يبحث عن النصر، نتنياهو دايما في حديثه يتحدث عن النصر الكامل، النصر الكاسح، النصر الشامل، ولم يحدد تفاصيل النصر الكامل من وجهة نظره. فبدأ الاتجاه أنه لازم يحقق نصر أمام شعبه، هو غير قادر على تحقيق النصر، غير قادر على تحرير أسير واحد، غير قادر على القضاء على حماس، المقاومة زادت في الشمال وفي الوسط، وبالتالي هو بيبحث على أي نصر حتى وإن كان نصر زائف. يعتقد أن النصر ليس في المفاوضات، هو لا يؤمن بالمفاوضات، ولكن النصر في المقاربات العسكرية والأمنية من خلال تواجده، حتى لو فقد كل الأسرى الإسرائيليين. هو بقول لحضرتك هو عنده حزب شديد التطرف ديني، عنده أيديولوجية، الأيديولوجية دي بتقول إن هم ممكن يستغنوا عن كل الأسرى دول حتى ويقدموا مئات الألاف من الجنود الإسرائيليين في سبيل تحقيق هدف أيديولوجي ديني وهدف سياسي، هو هدف أكبر أسمى من هؤلاء. يعني سيادة اللواء، بما أن تطرقنا للحتة بتاعت الأسرى، صفقة تبادل الأسرى مع حماس شايفها إزاي؟ شايفها، تعالي نشوف هم شايفينها إزاي عشان نقيمها، لأن بأمانة منظورنا لهذه المفاوضات بيختلف تماما عن المنظور الإسرائيلي. يعني احنا ننظر اولا، وده سبب يعني عمل خلل في شكل وهيكله موضوع التفاوض، ويجب ان نتحدث بصراحه، في خلل في شكل الهيكل، لان لا يصح ان اللي بيعمل عمليه الوساطه او الراعي الرسمي للوساطه هي الولايات المتحده الامريكيه هي طرف اصيل في الصراع، فده خلل في الهيكل. في خلل اخر في الاسباب والدوافع وطريقه التفاوض، بمعنى ان الدوافع والاهداف ما بين الطرفين متباينه مختلفة تماما. إسرائيل تذهب إلى التفاوض لغرض واحد بس، تحرير الأسرى فقط، هي عايزة تحرير الأسرى.
حماس تذهب الى التفاوض بغرض وقف القتال وخروج وتحقيق اهداف سياسيه. صحيح. يعني وخروج كمان الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيليه. بالظبط. المفاوضات اسرائيل تنظر الى المفاوضات نظره امنيه بحته، بمعنى ان ده ملف بيسموه هو ملف تحرير رهائن. ملف تحرير رهائن ده عمليه امنيه بيقوم بها بعض الارهابيين بيتخذوا رهائن، فهي بتتعامل مع هذا الملف من هذا المنظور، عملية تحرير رهائن فقط. حماس بتنظر على أنه موضوع سياسي. منذ اللحظة الأولى يوم 7 أكتوبر وهي إسرائيل وحماس الطرفين كانوا في أشد الحاجة إلى اتصال. ليه؟ ودي في كل العمليات بأمانة، عملية اختطاف الرهائن أو احتجازهم، دايما المفاوض يلجأ بسرعة إلى الاتصال بالخاطفين. ليه؟ يخلق ما بينهم حالة من الود حفاظا على أرواح المخطوفين. أنا ما أعرفش، ممكن سيدة تقوم بالصراخ، طفل يبكي، يحصل أي مشكلة ويتقتل الخاطف. فدايما بنبقى حريصين وبندرس للضباط هكذا أن أول شيء تعمله أن أنت تحاول تفتح خط اتصال مع الخاطفين لتهدئة الخاطف والاحتواء والتجميع بقى معلومات عنه. وبعدين وانت فاتح خط المفاوضات بتبتدي تبحث فيه، هل هيتم الاقتحام، هل هنعمل عملية عشان نحررهم بطريقة عسكرية، او هنستمر في موضوع التفاوض. واسرائيل بتفكر بهذه الشكل. وموضوع المفاوضات الرهائن ده بأمانة اسرائيل استخدمت يعني اكبر مهارات في العالم انا بشوفها في عملية الادارة، ودي بندرسها بالظبط، تضييع الوقت، المساومة الكثيرة، اختلاق المشاكل وسحب الوفود وذهابها، محاولة. هم طول عمرهم شاطرين في الموضوع جدا ده. طول عمرهم يا فندم يعني يعني دي لعبتهم، يعني خلق مشاكل داخل حماس وداخل المقاومة من خلال انه يدخلوا في تفاصيل للتفاوض. كل المهارات اللي عامل الوقت، إضاعة الوقت وتطيل الوقت، عشان كل ده بيرهقه، ذاخرته بتخلص، اللوجيستيك بتاعه بيخلص، بيبقى مرهق جدا، عدد ساعات نومه قليلة للمقاومة، كل ده هو بيلعب عليه. يعني بأمانة استخدم كل مهارات التفاوض، لكن هنا بيديرها بطريقة أمنية. يعني في النهاية نقدر نقول إن بنيامين نتنياهو يرفض تماما المفاوضات شكلا وموضوعا، ولكنه مجبر عليها. أنا امبارح شفت الجلسة اللي كانت في إسرائيل وشفت نتنياهو اتكلم إزاي، ومن بعدها طلع زعيم المعارضة يائير لابيد. كنت قاعدة أتابع بيتقال إيه، وكان بعض من أهالي القصر كانوا موجودين هناك. الهجوم داخل في الداخل الإسرائيلي كبير جدا على نتنياهو طبعا، والاتهامات موجهة بشكل كبير لنتنياهو وسموتريتش وبن غفير وكل اليمين المتطرف بالكامل، اليمين المتطرف بمجلس الحرب اللي هم عاملينه ده. هل هم بهذه القوة ان هم يقدروا يعملوا حاجة مع هذا المجلس المتطرف او هذه الحكومة المتطرفة؟ ابتدت تبقى فيه كمان اتهامات مالية واتهامات فساد، وان انتوا بتهربوا الفلوس بره، و يعني المعارضة بتقول للمجموعة دي كده. دي حقيقة في حالة غليان في الداخل، في حالة من عدم ثقة متوزعة على كذا مستوى ما بين المستوى السياسي والعسكري، حالة من عدم الثقة، حالة من عدم الثقة ما بين الشعب والمستوى العسكري والسياسي، حالة من عدم الثقة ما بين المستوى الأمني والمستوى العسكري. يعني في تقرير للأمن من 10 أيام خرج وبيتكلم على أن الحرب بتهدد الأمن القومي الإسرائيلي، في تهديدات مباشرة على وجود إسرائيل. إسرائيل بقى لها 75 سنة في المنطقة. هذه الحكومة المتطرفة الحقيقة أضرت بسمعة إسرائيل. إسرائيل بتحسب على التكتل الليبرالي في العالم، تتحدث عن الديمقراطية. خلال الفترة السابقة استطاعت إنها توقف شكل الصراع العربي الإسرائيلي، وبدأ معاهدات سلام، وبدأنا نتحدث على عدد من الدول في اتجاه التطبيع مع إسرائيل. كل هذا إسرائيل بترجع، أو الحكومة دي بترجع إسرائيل للمربع صفر مرة أخرى. ولذلك بنيامين نتنياهو لما بيجي يذهب للمفاوضات، أنا قلت جملة إن هو يرفض المفاوضات شكلا وموضوعا ولكنه مجبر عليها، ودي عايز أفسرها. ليه بيرفضها شكلا وموضوعا؟ هو بيعتقد إن هو الأقوى، إن في تفاوت في القوى العسكرية والتكنولوجية، فكيف يجلس مع منظمة هو يراها إنها منظمة إرهابية ضد سيادة الدولة،
لأن من سياسات الدول هل تتعاملي مع ابتزازات خاطفين أو في منظوره في منظور الإسرائيلي، عشان كده لازم نقرب المسافة. فده مرفوض سياسيا. دول كتيرة الاستراتيجيات بتاعتها بتتعدد في ثلاث أنواع. دول تقولك ممكن أتعامل مع خاطفين وحقق مطالبهم في سبيل حماية المواطنين، ودول تانية بترفض الشكل، و90% بيرفض شكليا ولكن بيتعاون من تحت الترابيزة. وطرف ثالث اللي هي بقى الدول العالم الثالث بسياسة اليوم بيومه، ما عندوش استراتيجية لهذا الموضوع فبيتعامل حسب الظروف. طب خلينا ننتقل نقول ما تأثير ذلك على جنوب لبنان، وخصوصا ان هي جبهة ساخنة، بعد كمان ما تردد انه لبنان هتلاقي صيف ساخن. الحقيقة الحديث يعني تكهنات كثيرة جدا، ومراكز الدراسات سواء في أوروبا أو أمريكا شغالة على الموضوع، يعني هل جنوب لبنان هتكون هي المحطة التالية لبعد غزة؟ اختلفت الآراء، لكن في متغير حدث وهو اغتيال أو الرئيس الإيراني، وفاة الرئيس الإيراني في حادث. هل ده هيغير من المشهد؟ لبنان مرتبطة بإيران، وبحور المقاومة في حزب الله مرتبط، يعني أحد الأزرع المسلحة. تعرف إن الرئيس الإيراني، أي رئيس إيراني، مش هو صاحب القرار، يعني هو المرشد، هو صاحب القرار طبعاً. يعني وفاة رئيسي مش هي اللي ممكن تهز قوي. هو اللي فرق طبعا لأنه كان وزير خارجية مش سهل، وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان، لأنه كان وزير خارجية برضو خليني أقول أنه ما كانش من وزراء الخارجية اللي تستهين بيهم. يعني أنا ليا رأي مخالف خاص بي في هذا الموضوع، اللي هو يعني بمعنى أنا شايف أن أو متابع من السلوك الإيراني ما حدث ما بين قواعد الاشتباك والخلل ما بين إيران وإسرائيل خلال الفترة، تم ضبطه بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، تم ضبطه. تم ضبطه؟ طبعا ضبط هذا ده بعد الهجمات الصاروخية ما بين الاثنين طبعا وحتى الهجمات الصاروخية كان متفق عليها، دي هجمات كرتونية طبعا. لكن هذه الهجمات الكرتونية لها بعد قوي جدا، ان كلها شديدة الدقة، يعني راحت لأماكن في إسرائيل، وده اللي خلى إسرائيل تشعر بأنها هي الخسرانة في هذا الجيم. طيب في النقطة دي سيادة اللواء، يعني لما أنت حضرتك بتقول كده، ما احنا عارفين أن حزب الله أزرع زراع من أزرع إيران، يعني وحماس كانت برضو من ضمن يعني زراع أيضا زي الحوثيين، يعني احنا عارفين إيران لا تحارب بشكل مباشر. يعني طيب يعني ليه ما فيش عملية الكنترول على حزب الله؟ يعني لما في كنترول حتى الآن، ده كل ده داخل تبع قواعد الاشتباك. حزب الله ما تورطش وما ورطش بلاده في حرب مباشرة، يعني قواعد الاشتباك ما ضربش صواريخ تقيلة، ما ضربش صواريخ بلاستية، ما فيش طائرات مسيرة وصلت للعمق الإسرائيلي وتل أبيب، لا ده في ده ماشيين تبع قواعد الاشتباك، وده اللي بيخلي نتنياهو يتجرأ كمان على إنه يعمل مجازر. ونتنياهو عشان يتجرأ انه يعمل مجازر، ده نبع من تفوق عسكري، تفوق تكنولوجي، دعم امريكي سخي، دعم غربي سخي، محصن من المعاقبات والمحاسبات الدوليه، صمت عربي اسلامي قوي في المنطقه، صمت دولي. كمان نقطه مهمه وهو التزام محور المقاومه بقواعد الاشتباك، ده مفيش حد قدر يخرج. وعشان كده بقول لحضرتك انا شايف ان اداره الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي رتبت هذا السيناريو اللي حصل في إسرائيل، وهي على علم بماذا يحدث في إيران خلال الفترة القادمة. لأن لما إسرائيل ردت على إيران في أصفهان، كان الرد تقبلته إيران، وده ليه مردود، ليه مكافأة من قبل الأمريكان لإيران، بمعنى خلال الفترة القادمة هنلاقي أن في أموال كانت مجمدة بدأت يتم الإفراج عنها، هنلاقي ان تخفيف العقوبات على ايران. اتخيل ان هذا الحادث مرتبط بتغيرات سياسيه سوف تحدث لايران، تريد ان تندمج في المجتمع الدولي وتبقى تحت المظله الامريكيه الى حد ما، يعني اداره الصراع يبقى من خلال الولايات المتحده يعني الامريكيه. يعني مش زي ما قالت عبيده انه ممكن يبقى جنوب لبنان في عنده صيف ساخن؟ تستبعد الجبهة دي؟ أستبعد. طيب. لكن هيتم يعني تقليم أظافر المقاومة سواء حزب الله في سوريا أو حزب الله في لبنان، يعني هيبقى في ضربات مستهدفة لإضعافه فقط واستئناسه. طيب يبقى الجبهة ممكن نقول أنهي جبهة ساخنة، اللي هي هتفضل رفح ومحور فيلادلفيا هي جبهة ساخنة؟
رفح ومحور فيلادلفيا. الإشكالية في إدارة الصراع في منطقة الشرق الأوسط هي صراع جيوسياسي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الغرب ضد التواجد الروسي الإيراني الصيني في هذه المنطقة. لكن في عامل مهم جدا هو إسرائيل وأطماع إسرائيل، وإسرائيل تريد أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من ذلك. الحرب في محور فيلادلفيا وفي غزة، إسرائيل لن تقبل بانتصار حماس، وهي تبحث عن نصر حتى وإن كان نصر زائف تستطيع أن تقدمه للشعب. نتنياهو لم يوقف الحرب، يعني حتى المفاوضات زي ما اتفقنا أن المفاوضات الغرض منها هو تحرير الرهائن فقط، لكن هيستمر القتال. نتنياهو لن يوافق على هدنة طويلة، لن يوافق أن حماس تعيد ترتيب صفوفها مرة أخرى زي ما كنا بنقول امبارح، وإنه ما قدموش حل غير أنه يكمل بالظبط كده. لن يوافق على ان يدي فتره هدنه طويله فتستعيد صفوفها تجند افراد ثانيين. ابتدى يقول من امبارح تصريحات نتنياهو انه ان 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 حماس ابتدت تعيد صفوفها، يعني ابتدت تنظم نفسها تاني. ما هو طب الضربات، ما هو فوجئنا كلنا، العالم كله فوجئ في خلال في المنطقه الوسطى وفي مناطق الشمال ظهور المقاومه تاني وبقوه. وامبارح كان في رشقات، اول امبارح اول امس كان في رشقات قويه وخسائر عنده، يعني هو ما اعترفش بيها. الكمين اللي تم اسر فيه جنود اسرائيليين وقتلهم وطلع المتحدث باسم شهداء الاقصى قال، يعني ابو عبيده قال كذا كذا كذا، وحتى في احتفالات حصلت في غزه بمناسبه ده بالزبط. لكن حتى هذه اللحظه اسرائيل لم تعترف بده بالظبط. طب لماذا بقى نتنياهو بيذهب للتفاوض ادم هو رفضه؟ ليه بيذهب للتفاوض؟ بيذهب للتفاوض لتحقيق جمله من الاسباب. اولا بيذهب للتفاوض علشان الضغوط الداخليه اللي في الشارع الاسرائيلي، ادي واحد. اتنين التزامه الادبي ان الحكومه من المفروض انها تدافع عن المواطنين وتحفظ امنهم، لكن هو مش عايز الاسرى، يعني يعني هو يتمنى ان الصبح يقول له ان حماس قتلت الاسرى كلها ويخلص من هذا الملف ويكمل السلام. الجزء الثالث ان ده جزء برضو من مانيبوليشن، خداع الراي العام العالمي بان انا بذهب الى المفاوضات، ان انا دوله سلام، وفي نفس الوقت تغطيه على المجازر التي ترتكب في رفح وتغطيه على الاهداف الحقيقيه. انا بذهب الى المفاوضات لكن مش هيوصل معاكي لحل في المفاوضات، حتى لو جبت لاسرائيل كده ورقه قولي لها طب قولي انت عايزه ايه واكتبي، لم ولن يوافق على اي بند من صحيح. يبقى يبطلوا بقى كيل الاتهامات لمصر بانها عملت كذا وانها قالت كذا، زي الاكاذيب اللي من اول 7 اكتوبر مصر هي اللي قافله معبر رفح وطلع ان هم اللي عاملين، مصر هي اللي مبوظه المفاوضات، مصر هي اللي، يعني انت عمال ترمي بس اتهامات على مصر وانت اللي عمال، وده برضو جزء من مانيبوليشن تلاعب صحيح. اللي هو بقى في هنا ايه، اسقاط على الاخر، عملية تبرير للفشل الداخلي، أنا فاشل علشان مصر هي اللي عمالة تدعم أو قطعم قطر قبل كده وقطر هي السبب قدام المجتمع الدولي إن الناس بتموت من شدة مفيش مساعدات إنسانية، مصر هي اللي رافضة وقافلة المعبر، وقالوا الكلام ده في محكمة العدل الدولية. فده كتير. نوع من الإسقاط ونوع صحيح. من التلاعب، ودي أجزاء بس نتمنى يعني إن الشباب الآن يعني يقرأ ويتابع ويشوف، علشان اليومين دول أنت عارف الفترة دي بتبقى فترة كل واحد بقى إيه بيضلل الآخر، بس يبقوا على بينة باللي بيحصل لبلدنا يعني. سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير الأمني والاستراتيجي والعلاقات الدولية، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. عندنا موجز ذهب وعملات الاول وبعدين موجز، نطمن على اسعار الذهب والعملات وبعدين نشوف اخر اخبار الرياضه.
موعدكم الآن مع موجز الرياضة، حيث ينطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين 3 و4 للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. سيدخل المنتخب معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة على أن يتم التدريب باستاد القاهرة الدولي باللاعبين المحليين لحين وصول المحترفين بالخارج وعلى رأسه محمد صلاح. ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ومنتخب مصر بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون. استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على أداء مبارتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. جاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض، خاصة وأنها تمتلك منتخب أولمبي قوي يضم عددا كبيرا من المحترفين. وعقد الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر، وشهد وقوف ميكالي على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو، واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل في تخصصه. إلى مسابقة الدوري الممتاز، حيث أقيمت مواجهتان في ختام الجولة 25 من المسابقة، فعزز بيراميدز صدارته للدوري برصيد 53 نقطة بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف على استاد الدفاع الجوي، بينما حقق الزمالك الفوز على مضيف الاتحاد السكندري على استاد برج العرب بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 28 في المركز 12، وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 36 في المركز 5. إلى بطولة كأس مصر، حيث تنطلق اليوم مواجهات دور 32 من البطولة للموسم الحالي 2023-2024 بثلاث مباريات نارية، حيث تبدأ المنافسات في 5 عصرا بمواجهة سيراميكا كيلوباترا ومكادي على ملعب المقاولون العرب، وتقام في 8 مساء مواجهتان بين سموحة ولافيانا باستاد الإسكندرية وزاد أف سي والداخلية على ملعب السلام. وما زلنا مع كأس مصر، حيث قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدور 32 بكأس مصر بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة. كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسي وبيراميدز أمام النصر، هذا وقد تقرر إقامة باقي المباريات في موعدها. يواصل ريال مدريد تحضيراته لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند بملعب ويمبلي، حصة تدريبية جرت في اليوم المفتوح لوسائل الإعلام وسط أجواء رائعة ميزها الكثير من الحماس وبحضور أبرز نجوم النادي الملكي على غرار فينيسيوس جونيور توني وكروس بيلينغهام ومودريتش، حيث أظهر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيليوتي التفاؤل السائد داخل الفريق ورغبة الجميع في تجاوز دورتموند في لندن والعودة إلى الديار بالكأس 15 في تاريخ النادي. توج النجم الإنجليزي هاري كين بمهاجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الأولى في مسيرته الكروية عقب انتهاء منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى بالموسم الحالي 2023-2024، وحسم هاري كين صدارة ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 36 هدفا بعد موسمه المميز مع الفريق البافاري في منافسات الدوري الألماني، وأصبح مهاجم توتنهام السابق أول لاعب إنجليزي يحصد جائزة أفضل هداف في الدوريات الأوروبية منذ موسم 1999-2000 عندما توج بها كيفن فيليبس نجم ساندرلاند السابق.
وإلى كرة اليد، حيث تأهل نادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد فوزه على اتحاد الشرطة بنتيجة 35-29 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الدور ربع النهائي. من المقرر أن يلتقي يد الزمالك مع الفائز من لقاء البنك الأهلي وطلائع جيش يوم السبت المقبل على صالة تحيا مصر ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش التصنيف الجديد لشهر مايو الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 39 على التوالي و249 في تاريخها، فيما حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دكلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 52 على التوالي ورقم 210 في تاريخه. بكده بيكون انتهى موجز الرياضة. فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا بقى نتكلم شوية كورة. النهاردة منتخبنا الوطني لكرة القدم هيبدأ معسكره الفني استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر ليهم يوم 6 و10 يونيو المقبل إن شاء الله في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة كابتن حسام حسن أصدر قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى اللي بتنضم اللي بتضم منتخب مصر بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون. منتخبنا قدر أنه يحقق الفوز في أول جولتين في التصفيات على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل. خلينا نقول أن ده بيعتبر أول اختبار رسمي للكابتن حسام حسن. أيضا امبارح كان في بعض المباريات في الدوري من بينها الزمالك والاتحاد بيراميدز والجونة. تعالوا نتكلم عن كل التفاصيل دي مع ضيفنا الكريم الناقد الرياضي بجريدة الفجر الأستاذ محمود الشيخ. أستاذ محمود صباح الخير. صباح الخير. أهلا بك. حضرتك شايف إزاي مبدئيا تقييمك لقائمة منتخب مصر؟ طب خلينا نتفق على مدار تاريخ المنتخب او الاجهزه الفنيه للمنتخب مفيش قايمه بتنال رضا الشارع المصري 100%. اي مدير فني بيجي سواء اجنبي او مصري من ايام الكابتن الجوهري لحسن شحاته لكوبر لكروش لحسام حسن، اي قايمه بيتم الاعلان عنها لازم يكون عليها اختلافات. في ناس بتبقى شايفه ان في لعيبه كانت لازم تنضم، وفي ناس بتبقى شايفه ان في لعيبه داخل المنتخب ما كانش ينفع تنضم. ولكن احنا لو اتكلمنا من وجهه نظرنا احنا عن القايمه الحاليه، انا شايف ان القائمه منطقيه بشكل كبير جدا، ولكن في بعض الاسماء عليها علامات استفهام لانها كانت بعيده الفتره اللي فاتت. زي يعني لو قلنا ياسر ابراهيم في النادي الاهلي مصاب فتره طويله جدا ما بيلعبش بقاله فتره طويله جدا، احمد نبيل كوكا النادي الاهلي برضو جاي من اصابه بعيده ما لعبش كتير سواء في بطوله افريقيا او في الدوري المحلي، ومحمد الشامي النادي المصري. ثلاث اماكن دولت انا شايف ان دولت الثلاث استثناءات اللي في القائمه بصرف النظر عن محمد الشناوي. محمد الشناوي برضو مصاب، ولكن حراسه المرمى في العالم كله بيبقى ليها وضع خاص وليها شكل خاص. محمد الشناوي محدش هيقدر يتكلم لان محمد الشناوي هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر بصرف النظر عن تالق مصطفى شوبير في الفتره الاخيره، ولكن المنتخب ما يقدرش يستغنى عن محمد الشناوي. وكذلك مركز حراسه المرمى خلاص في العالم كله حارس المرمى يبقى في حارس رقم واحد وحارس رقم اثنين وحارس رقم ثلاثة. أنا كنت أتمنى من طب كنت شايف مين اللي ينضم يعني بدل الثلاثة اللي أنت يعني قلت يعني نتيجة مثلا بعدهم عن الملاعب بالظبط مين اللي كان ممكن ينضم؟ أسامي يعني قولي في أكتر من لاعب يعني كان ممكن يكونوا موجودين. زي مين؟ شايف عمر جابر في الزمالك مأدي الفترة الأخيرة بشكل كويس جدا، أداؤه ثابت مع الزمالك، لعب 15 مباراة من 17 مباراة، مسجل هدف، صانع أربع أهداف، نتائجه كلها مع الزمالك في الفترة الأخيرة. عمر جابر لعب فترة طويلة في الزمالك، يعني افضل فتره تقريبا في تاريخ او في لعبها عمر مع الزمالك هي الفتره الحاليه. عمر كمال عبد الواحد في الاهلي نفس المركز برضو مقدم اداء جيد في الفتره الاخيره، الماتشات اللي نزل فيها في بطوله الدوري لان هو مش مقيد افريقيا كان ليه تاثير كبير جدا ان يهدي الاهلي مباريات وفوز وثلاث نقاط في مباريات صعبه جدا، وخاصه ان حسام حسن مش واخد غير محمد هاني في مركز الظهير الايمن، يعني اللي هو فيه عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد. فانا شايف ان واحد من الاثنين دول كان لازم يكون موجود بديل
او موجود مع محمد هاني. في نص الملعب نبيل دونجا في الزمالك عامل برضو فتره من افضل فتراته من وقت انتقاله لنادي الزمالك حتى الان. يعني نبيل دونجا متالق بشكل كبير، اللي كان ليه دور كبير جدا في فوز الزمالك بالكونفدراليه، اداؤه ثابت الفتره الاخيره. دولت اهم اسمين موجودين كانوا على الساحه ان هم ينضموا. عمر السعي برضو من الاسماعيلي اداؤه ثابت في الفتره الاخيره، يعني متعادل الاسماعيلي في اخر مباراه في الدقيقه 92 93 مع البنك الاهلي قبل مباراه البنك الاهلي، برضو من اللعيبه الصغيرين. والثلاث اسماء اللي احنا قلنا عليهم سواء الساعي او عمر جابر او عمر كمال عبد الواحد برضو اعمارهم السنيه مش كبيره، فبرضو لازم ياخدوا فرصه في المنتخب، لان اللي جاي الفتره اللي جايه بتاعتهم يعني كلهم اقل في ال 30 سنه او اقل من ال 30 سنه، اعمارهم السنيه مش كبيره قوي. باستثناء الثلاث اختيارات اللي قلت لحضرتك عليهم سواء اللي موجودين او اللي بره، انا شايف ان الامور كلها طبيعيه. كل اللي موجودين في القائمه طبيعي ان هم يكونوا موجودين في القائمه الحاليه. طيب كابتن حسام، استدعى ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، ليه ما كانش من الاول؟ ليه ما كانش من الاول؟ لان حسام حسن هو كان واخد رمضان صبحي، وهو مقتنع جدا برمضان صبحي برضه، رغم ان في يعني في انقسام على مستوى رمضان صبحي في الفتره الاخيره، وخاصه بعد ما مشي من النادي الاهلي. في ناس شايفه ان رمضان مستواه نزل، ان رمضان مستواه متذبذب، فكان واخد رمضان صبحي لحد ما ظهرت ازمه المنشطات الاخيره الخاصه برمضان صبحي، وطلع قرار من الفيفا بايقاف رمضان صبحي، فكان لازم يستبعده. والبديل اللي جاهز ليه سواء في نادي بيراميدز او في المنتخب في نفس مكان هو ابراهيم عادل، فتواجد ابراهيم عادل برضه كان منطقي. طيب كابتن محمد صلاح، خلاص مو صلاح قرب يوصل، واحنا شفنا الفتره اللي فاتت من اول ما كابتن حسام حسن قال ان هو هيبقى والدنيا ولعت، الدنيا مولعه بينهم اللي حصل ده، مش مولعه عندنا، هي مولعه بينهم هم الاثنين، بس هم خلاص هيلتقوا يعني هيقابلوا بعض قريب. بالظبط. تفتكر الوضع هيكون ايه، ولا هل قدروا ان هم يهدوا اللعب شويه؟ وبعدين بصراحه يعني انا لما كان لسه كنا عمالين نتكلم، احنا عندنا كده صحافه، فلقيت ان محمد صلاح حلق شعره خالص وكده، قلت ده جاي لمعركه يعني بيستعد بيستعد للمعركه. تعالى لي حلق تماما يعني، غير لوك يعني. والله حسام شرط عليه ان هو يحلق قبل ما مش عارفه يعني، هو حسام حلق خالص يعني، فمش عارفه قلت احنا داخلين على ايه بالظبط، شايف اللقاء ده هيبقى ايه؟ بصي انا من وجهه نظري وشايف شخصيه حسام حسن، حسام حسن شخصيته قوي جدا ومفيش حد يقدر يفرض عليه لعب. حسام حسن لو شايف ان هو مش هيستفاد من محمد صلاح وقيمه محمد صلاح في الملعب او خارج الملعب او في اوضه اللبس، ما كانش استدعى محمد صلاح. كل الحاجات اللي حصلت او بتتقال في الفتره الاخيره هي تكهنات برضه، يعني مفيش ازمه حقيقيه حصلت او تصريح حقيقي حصل ما بين محمد صلاح او من محمد صلاح ضد حسام حسن او العكس من حسام ضد محمد صلاح، بل بالعكس في المؤتمر الصحفي، اول مؤتمر صحفي اتسال فيه حسام حسن عن محمد صلاح هو اتكلم بشكل كويس جدا عن محمد صلاح. فانا شايف اللي احنا يعني ان حصل في الشارع يعني ازمه قبل ما تحصل على ارض الواقع. زي ما قلت لحضرتك محمد صلاح رغم النجوميه الكبيره بتاعته في العالم ورغم اللي هو مكسر الدنيا في العالم، لكن حتى الان محمد صلاح مالوش ظهير جماهيري. بمعنى يعني حسام حسن لو كان عايز يستبعد محمد صلاح كان سهل جدا يستبعد محمد صلاح. محمد صلاح مالوش ظهير جماهيري لان محمد صلاح للاسف ولا لاعب اهلي ولا لاعب زمالك. فقصه ان حسام اتفرض عليه محمد صلاح او هو جايب محمد صلاح غصب عنه عشان محمد صلاح نجم، لا، حسام حسن لو ما كانش عايز محمد صلاح ولو مش متاكد ان محمد صلاح اضافه قويه جدا للمنتخب ما كانش هيجيبه. في نفس الوقت محمد صلاح برضه لو حاسس ان هو في مشكله مع حسام حسن او مش هياخد قدره او مكانته او مش هياخد وضعه المعتاد في المنتخب كان سهل جدا ان هو يعتذر عن التواجد في المنتخب. في بقى مناوشات بتحصل ما بين مدير فني وما بين لاعب، دي على مر العصور وعلى في العالم كله عادي جدا. محمد صلاح ما جاش المعسكر اللي فات علشان كان مصاب، وحسام حسن بعت قال لك لا يجي او اتحاد الكوره نيجي نكشف عليه، كل دي امور عاديه. لكن في النهايه انا شايف ان حسام حسن بيقدر قيمه محمد صلاح جدا، واي حد مكان حسام حسن هيقدر قيمه محمد صلاح، ومحمد صلاح برضه بيقدر قيمه المنتخب الوطني. فانا اعتقد ان الامور هتمشي بشكل طبيعي جدا ما بين الاثنين، مش هيكون في اي ازمات ولا اي مشاكل، والايام هتثبت ده يعني ان شاء الله. طيب شايف ازاي تاثير سيطره الانديه المصريه على البطولات الافريقيه، وهتنعكس ازاي بقى على المنتخب؟ الاهلي وطبعا دوري ابطال افريقيا والزمالك الكونفدراليه
اصل هنا في اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. انا عارف احنا قاعدين اهلي وزمالك. انا محايد. لا لا ده ولا ده؟ لا انت ايه؟ مستحيل. منتخب، اشجع المنتخب. ماشي، احنا كلنا مع المنتخب. التاريخ كله بيقول الفتره اللي بيبقى فيها تفوق للانديه المصريه بيبقى التفوق للمنتخب الوطني. يعني 86 الزمالك بطل دوري ابطال افريقيا، منتخب مصر بيفوز ببطوله افريقيا 86 على ارضنا. بيجي بعد كده الزمالك بياخد الافرو-اسيويه 97، منتخب مصر بيفوز ببطوله افريقيا 98 بعديها على طول. بتيجي الفتره اللي هي القرن ال21 السيطره الاهلاويه 2005 2006، الاهلي بيكسب بالفتره اللي هي اللي كان يعني مكسر الدنيا مع مانويل جوزيه، بيكسب بطوله افريقيا وبيكسب السوبر الافريقي، و2008 كمان بيكسب بطولة افريقيا. تلاقي منتخب مصر في 2006 هو بطل افريقيا، في 2008 هو بطل افريقيا. فاذا في علاقه طرديه هنا ما بين المنتخب وما بين الاهلي والزمالك. كل ما بتكون لعيبه الاهلي والزمالك في حاله فنيه كويسه كل ما بينعكس على المنتخب بشكل ايجابي، ودي ارقام. تبقى المعنويات في طبعا السم. هو المنتخب هو يعني لعيبه الاهلي والزمالك هي جزء كبير من المنتخب طبعا. فتروح المنتخب في اعلى حاله فنيه وفي اعلى حاله معنويه وفي اعلى حاله بدنيه، ف 100% بينعكس في المنتخب. وانا بقول لك دي ارقام، مش انا اللي مش وجهه نظري بقولها. فاردو في 2018 الفتره اللي هي الاهلي بدا يسيطر فيها على افريقيا من 17 و18 و19 و20، لقينا منتخب مصر بيتاهل لكاس العالم، منتخب مصر بيوصل امم افريقيا، نهائي امم افريقيا مرتين ورا بعض، دورتين ورا بعض بعد ما كان بعيد. فالطفره اللي حصلت او الانتصارات اللي حصلت مع الاهلي والزمالك لازم بشكل طبيعي جدا تنعكس على منتخب مصر، الا بقى لو في حاجه غير كده يبقى في حاجه غلط، يبقى في علامه استفهام. لكن التاريخ كله من 86 لحد النهارده بيقول الاهلي والزمالك كويس، المنتخب لازم يكون كويس باذن الله. بالمناسبه بقى، بالمناسبه دلوقتي الكلام بقى كتير ايه، هو السوبر الافريقي الاهلي والزمالك خلاص بقى، احنا ده خد الكونفدراليه وده خد البطوله الافريقيه والناس كلها مطمئنه. طب السوبر ده هيتلعب في مصر ولا ابتدى في كلام انه هيتلعب في السعوديه؟ يعني ابتدى في ناس بتقول لك ده هيتلعب في السعوديه، وبعدين مثلا احنا كل ما بنقرا الخبر او كده بنلاقي تعليقات الناس، طب يا جماعه ما حد يقول لنا امتى السوبر؟ يعني برضو الناس فعلا مستنيين. الميعاد المقترح وطبعا اللي بيحدد السوبر هو الاتحاد الافريقي مش مصر خالص يعني. فالميعاد المقترح لبطوله السوبر هو كان من 25 الى 30/6 الشهر اللي جاي، ولكن انا شايف ان الميعاد ده صعب جدا يتعمل في سوبر، وده ميعاد مقترح مش ميعاد رسمي يعني. لان الاجنده الدوليه والارتباطات بتاعه المنتخبات مضغوطه في الوقت ده. فانا اعتقد برضو يعني تواصلت مع كذا مسؤول في الكاف، اعتقد ان بطوله السوبر هتتلعب في شهر 9 مش هتتلعب في شهر 6 بنسبه كبيره جدا. هتتلعب في شهر 9. هتتلعب فين؟ هو كان الكلام بيتقال ان هي هتتلعب في السعوديه، لحد ما امبارح المسؤولين في السعوديه طلعوا قالوا احنا مش هنستضيف السوبر وما طلبناش اللي احنا نستضيف السوبر. المستشار تركي آل الشيخ كان ليه يعني تويته على صفحته امبارح، قال لك السعوديه لم تتقدم بطلب لاستضافه السوبر. برضو الاتحاد الافريقي في الفتره الاخيره عمل عقود او مرتبط بعقود رعايه ان هو البطولات اللي هي القاريه اللي هي زي بطوله السوبر بيلعبها في احدى الدول، مش لازم تكون عند اللائحه بتقول ان بطل دوري الابطال هو اللي بيستضيف السوبر على ارضه. يعني المفروض ان الاهلي اللي هو بطل دوري الابطال افريقيا بيلعب السوبر على الارض، سواء بقى الزمالك هو طرف او غير الزمالك. فدي اللائحه بتقول ان بطل دوري ابطال افريقيا بيستضيف السوبر على الارض، ولكن الفتره الاخيره الكاف بدا يتجه ان هو يلعب السوبر خارج ارض الفرقتين لاسباب ليها متعلقه بالرعايه وحقوق البث والحاجات دي، عشان يدخل فلوس اكتر وحاجات زي كده اكتر. فالسوبر هيتلعب في شهر 9 وهيكون خارج مصر مش في مصر. ممكن يبقى في الامارات مثلا. ممكن في الامارات لان احنا شفنا قبل كده يعني كان في الامارات يعني بالظبط، واخر سوبر كان في السعوديه. ايوه يعني ممكن يكون، لكن ما تحددش الدوله. ممكن يكون في الامارات، ممكن يكون في السعوديه، ممكن يكون في قطر. لكن صحيح. هو التصريح اللي طلع من السعوديه امبارح ان احنا ما تقدمناش، لكن هم ما قالوش احنا مش عايزين السوبر يتلعب عندنا. يعني هم قالوا احنا ما تقدمناش بطلب رسمي او ما حدش بلغنا رسمي ان البطوله هتتلعب عندنا. هنعرف بقى في الايام والشهور اللي جايه. طيب الزمالك وبيراميدز، شايف مسيرتهم في الدوري هتبقى عامله ازاي؟ الزمالك بعيد شويه عن الدوري. يعني الزمالك تقريبا لعب امبارح كانت الماتش ال 16 متاجل له حوالي 6 مباريات او 7 مباريات. فالزمالك يعني بعيد في الدوري، ولسه الدوري بطوله الدوري طويله تقريبا 34 اسبوع. فلسه في يعني في فرق تانية هتكسب وفرق تخسر وفرق هتتعادل من اللي بينافسوا.
لكن انا شايف في النهايه ان المنافسه هتنحصر على الاول ما بين الاهلي وما بين بيراميدز. الاهلي عنده مؤجلات كتير، الاهلي لو كسب كل المؤجلات بتاعته هيبقى متفوق على بيراميدز بفارق نقطه. الاهلي عنده 7 ماتشات متاجله عن بيراميدز، ولكن هي النقطه اللي في صالح بيراميدز والمرجحه كفه بيراميدز ان الاهلي لما يجي يلعب ماتشاته هتبقى ماتشاته مضغوطه، بيلعب كل ماتش كل يومين 3 ماتش، فدي طبعا هتاثر عليه غير لما يكون فرقه طبعا قاعده زي بيراميدز بتلعب كل اسبوع ماتش او كل 4 ايام ماتش، فتكون مستريحه واللعيبه مش مضغوطه. فضغط الاهلي للمباراه بتاعته اكيد يعني اكيد هيوقع من الاهلي نقط، والاهلي هيفقد نقط في الفتره دي. بيراميدز حتى الان من ساعه ما بدا بيراميدز من 4 سنين ما اتغير اسمه من اسيوط البيراميدز، انا شايف ان دي اول سنه يبقى عند لعيبه بيراميدز اصرار وعندهم رغبه وعندهم تحدي. انا شايف ان هي ما كانتش موجوده قبل كده. يعني كانوا بيفرطوا قبل كده في بطولات سهله جدا سواء كاس او دوري او حتى افريقيا. لا السنه دي واضح جدا انهم عندهم اصرار غريب او اصرار قوي جدا ان هم يكسبوا بطوله الدوري. ماتشات كتير بتتحسم في اخر دقيقه، ماتشات كتير صعبه جدا وظروف صعبه بيكسبوها، مشي من عندهم عبد الله السعيد ومشي من عندهم اكتر من لاعب، ولكن في النهايه واضح جدا ان بيراميدز عايز يعمل حاجه السنه دي وعايز يقول حاجه السنه دي. طيب قبل ما نختم استاذ محمود، عايزه يعني اخد رايك كده في المشهد. انا عايزه ارجع للماتشات اللي اتلعبت هنا على استاد القاهره، مشهد جماهير الزمالك وجماهير الاهلي. انا قلت جماهير الزمالك وجماهير الاهلي عشان الماتش ده اتلعب الاول وبعدين الماتش تاني عشان بس ما حدش يقول حاجه، مش عشان حاجه تانية. لا بلاش الحركات بتاعتي مش عشان حاجه تانية تقعد تعملي لي كده يا قلبي الزمالك. لا لا انا قلت الماتشات اللي اتلعبت الاولاني والتاني. شايف المشهد كان عامل ازاي الجماهير؟ يعني هل خلاص بقى يبقى عندنا ثقه في جماهيرنا وترجع بقى الاستاد يتفتح والملاعب تتفتح والناس تبقى موجوده وزي ما كان بيحصل زمان الراجل ياخد ولاده والناس كلها تروح والنهارده في ماتشات كده؟ التحفيز والتشجيع ده ازاي بيأثر على بصي انا كنت بتكلم مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه امبارح بالليل في الموضوع ده تقريبا الساعه يعني 12 ونص واحده بالليل، يعني كنا ببعت له كذا اقتراح في الموضوع ده. هم نجحوا او الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدوله نجحت ان هي خلاص ترجع الجماهير بالساعه الكامله، فالاستادات خلاص بقت ممتلئه او بقت المفروض ان الساعه بتاعتها موجوده. انا شايف الازمه مش في الاهلي والزمالك، انا شايف ان الازمه ان منتخب مصر ما بقاش ليه جمهور بقاله اكتر من 10 سنين. طبعا يعني ماتشات المنتخب كلها ما بقاش ليها جمهور. فانا اتمنى ان زي ما حضرتك قلتي ان الاسره بقى الجمهور اللي احنا اتعودنا عليه اللي هو الراجل وزوجته او الراجل واولاده اللي هم كانوا دولت جمهور اللي احنا شفناه في 2006 و2008 شفناه في والاصطفاف اللي هو حوالين منتخب مصر ده اللي محتاجه المنتخب الفتره اللي جايه. لازم زي ما وزاره الشباب والرياضه اشتغلت ان هي ترجع الجماهير مع الجهات المسؤوله والجهات الامنيه، لازم يشتغلوا ان هم يرجعوا جمهور كره القدم الحقيقي للملاعب. لازم يكون في افكار سواء بقى سعر التذكره سواء التسويق للماتشات، تشجيع الناس انها تتابع المنتخب تاني. ماتشات اهلي وزمالك كده كده متقفله في النهائيات لان جمهور الاهلي كبير وجمهور الزمالك كبير، فانا دي مش قلقاني خالص. دي مش قلقاني، ومع عوده الدوري والمنافسه هتشتد تاني لما الماتشات المتاجله تتلعب، فهنتلاقي المنظر الحلو اللي احنا شفناه. التحدي الاكبر ازاي نرجع الجمهور في ماتشات المنتخب الوطني، لان انا شايف ان الجمهور بيمثل مش اقل. طب وليه تحدي يعني؟ لان اصل انا هقول لك على حاجه، انا كنت موجوده في 2006 وفي 2008 وكنت في الاستاد لشغل يعني كمان. انا مش عايز اقول لك البنات وشايفاهم بره الملعب واللي بيرسموا علام مصر على وشهم. انا كنت 2006 كنت هناك. فيعني ليه تحدي؟ الناس اكيد ليه عايزه تحدي. عشان ليه تحدي الناس بعدت عن المدرجات فتره طويله بس مشتاقه. بالظبط هي مشتاقه عايزه. احنا نرجعهم بقى ازاي للملاعب؟ يعني هو ده دور المسؤولين، نرجعهم ازاي للملاعب؟ هم الناس دايما هي بتحب الاهلي وبتحب الزمالك والاهلي بتاعهم والزمالك بتاعهم، لكن الناس نسوا ان منتخب مصر هو بيمثل يعني بيمثلنا كلنا. فانا برضو لسه مصر ان ده تحدي كبير جدا اللي انا اخلي الجماهير تلتف حوالين منتخب مصر زي ما حصل في 2006 وزي ما حضرتك قلت في 2006 ما كانش حد بتلاقي تذكره، يعني كان اللي يلاقي التذكره ده في 2006 ويخش ماتش للمنتخب ده كان بطل. طبعا فده لازم يرجع.
يعني الاسره المصريه لازم ترجع تتواجد تاني في المدرجات، جماهير الاهلي والزمالك لازم يكونوا ورا المنتخب تاني الفتره اللي جايه، فده حاجه مهمه جدا لازم يشتغلوا عليها ان شاء الله. ان شاء الله. الناقد الرياضي محمود الشيخ بجريده الفجر نورتنا، وشكرا على المعلومات. شكرا يا فندم، نورتنا، ربنا يخليك. حلقتنا خلصت. حلقتنا خلصت بسرعه النهارده. خلصت بسرعه النهارده. ميعادنا بيتجدد كل يوم الساعه 8. النهارده كنت معاكم عبيده ورشا. بكره مجموعه جديده هيبقوا معاكم ان شاء الله، لان شاء احنا الله. هنأجز بقى، ايامنا خلصت. هتوحشونا. يعني نشوفكم بكره، هم زمايلي يشوفوكم بكره على خير الساعه 8. الى اللقاء.